السلام عليكم، صباح الخير. شاك لاباس اليوم ان شاء الله. هذا هو فلوغ، اول فلوغ في القناه تاعي. ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم اليوم واش راح ندير. راني زربانه البنات، عندي دوكا رونديفو عند الميدسان، سي بور مون فيس. دوك نتقاسم معكم على واش. هيا ديريكتومون ديريكسيون عند الميدسان. علي البنات، كيما تشوفوا خرجنا من عند الطبيب. سا برون دي طون باسكو سيتي واحد بور اون سيرتيفيكا نتاع لاليرجي. بعثنا عند الطبيب تفاصون، بعد ان شاء الله نعاود لكم كيفاش. ودوك ان شاء الله نروحوا ديريكتومون نهزوا الترام، باش ما يكفينيش الوقت نروح نجيب الطوموبيل ونطلع نروح ثاني. عندي واحد نقضي واحد الغرض هكا، نروحوا تفاصون لا سيكوريتي سوسيال وراكم معايا. هاي نفطر ان شاء الله ونروحو ديريكتومون. يقول لكم لا سيكوريتي سوسيال باش نحطو واحد الوراق ان شاء الله ونعاود ندخل للدار. المهم بقاو معنا. على واش ديت ولدي للطبيب، سي بارابور على هذا الورقه هذه اللي لازم تني نعبيها من لو ميدسان سبيسياليست في الحساسيه، لانه ولدي خلال كيما نقولوا بريباراسيون تاع واحد لو غاتو بوغ واحد الكوبان تاعهم في ليكول اللي راح يفيتي لانيفيرسير تاعو. ولدي هو اللي ضرب العظام ولا البيض، اي دوكو خرجوا فيه واحد عينيه بداو حمارو وواحد لي بوتون هكا اوتور تاع وجهه كامل. سي بور سا عيطو ديريكتومون للميدسان نتاع ليكول، اي دوكو حبسو لا كونتين وعيطونا. درنا بتيت غينيون افيك سون بابا اي موا ولا ديريكتريس ولا ميتريس تاعو والميدسان دو ليكول، وقالوا لنا لازمنا نشوفو اون ايرجونس هذا لو سبيسياليست هذا اللي راح يعبي هذا الورقه. وان شاء الله اذا كان ظهرت باللي 100% حساسيه كامل ومام طون نشوفو لي الحوايج اخرين ثاني، ولدي راح يحبس لا كونتين الماكله تاع لا كونتين. مي باغ كونتر انا اللي نعود ان شاء الله نوجد له الماكله ويديها معاه. انا يا فرانشمون البنات سا مارونج باسكو جيمري بيان انا اللي نطبخ له ويدي معاه. صافي دير با كو الماكله تاع لا كونتين ماهيش مليحه وكامل، هي ماكله ايكيليبري كامل. مي انا ولدي انا نوجد له، سي بور سا ديت ولدي للطبيبه البنات. I'm not afraid to die.
خرجنا افطرنا دوكا ان شاء الله نهز الدخان ونمشيو نروحو نديو لي بابيات تاعهم للطبيبه لا سيكوريتي سوسيال وراكم معنا. البرد 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 اليوم البرد. هاي باي باي يا سيتالا. البنات كيما تشوفوا انا وصلت لا سيكوريتي سوسيال ولا لاسيرونس مالادي باش نحط لو بابي اللي عطاتهوني الطبيبه او ميم طون لا كاف سي جوست ا كوتي دوك ندور لكم تشوفوا تفاصيل راكم معايا. لاسيرونس مالادي زير نورمالمون بوت اون لتر ديز on va le mettre ici, ça y est. Ce qui m'a choqué, c'est que la sécurité sociale, j'ai été là à la CAF, j'ai été là à la CAF, avec les bénètes, la France, غير الجرعه الوراق من 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 ان شاء الله ندخل نحط الورقه ونشوف نحكي مع رونديفو ابري ان شاء الله نرجع. البنات كيما تشوفوا خرجت من لاكاف ليسونسيال راني غير نزل بدوكا عاوتاني نحكم الدخان ورحنا كل انايا واشرف خطاش قريب 12 وانا نخدم على الوحده فيت في شي غير بريباري ا مونجي دوكا 12 ان شاء الله نروحو نفطرو وراكم معانا. هجره هجره والبرد. هيا نقولكم ما تتعلق تهلا في روحكم. نروح نشوفو البنات شحال بقالو. نورمالمون بقالو 2 مينوت 2 مينوت ان شاء الله يوصل. نمشيو انا واشرف البرد اليوم باش نقول لكم البرد البرد البرد. انا في لاري تاع الدخان غادي نقول لكم توت سويت. نقول البنات وصلنا وين حناكل. انا غير شوف ما حناكل باسكو ما يكفينيش الوقت نهز امبورتي وندخلوا للدار ان شاء الله نتغدى بيت فيه باش نبقى ان شاء الله هنا نمشي ديريكتومون للخدمه. هجر هجر علي فيها اشخاف. اتونسيون لي دوا.
البنات انا ماشي دركا ان شاء الله للخدمه نقول لكم تلقاو من بعد ان شاء الله هاني. باي باي. انا هذا وين دخلت من الخدمه اليوم كما تشوفوا كيفاش غير في الجراجة ان شاء الله دوكا نبدل حوايجي ندير لوكوتي ناكلو وابخي ان شاء الله نقول لكم شحال نوجد العشاء. هيا تهلاو في رواحكم اتوتسويت البنات. بالنسبه للعشاء راح ندير عشاء خفيف ظريف مع تشوفوا اليوم غير مع الجرا والخدمه تعبت راح نوجد غير دي بيتزا مانيش حنوجد العجينه غير في التقبيل جبت البات واجدين بات دو بيتزا باغ كونطخ لاصوص انا جيم بيان نوجدها لهنايا قشرت طماطم بعد ما حطيت المقله تسخن بيان وريحتها من لهنا بيان وكما تشوفوا دوك نديهم نكبهم ديريكتومون في المقله باش ديجا تكون سخونه. ها تشوفوا البنات باش هكا في ساعه طيب لي لاصوص ومن بعد نبدا ندير عليها غير شويه فلفل كحل هي شويه في الكحل بعد ابخي ان شاء الله نرجع عندها وميم طون نجيب هذوك لي فخوي دماغ تاعي كما تشوفوا البنات غير نسوطيهم في شويه زيت زيتونه وفلفل الكحل طبيعه الحال شويه تاع الملح شوفوا البنات غير يتسوطاو شويه في نفس الوقت نرجع لاصوص تاعي ندير زيت زيتونه انا نشتي نكثر فيها زيت زيتونه هاهي زيت زيتونه هذوما لي بات واجدين لي شريتهم من سيبيغوي واش نحتاجو نحتاجو ثاني الفروماج غابي بريزيدون والزيتون وكل واحد البيتزا راهي اختياريه كل واحد واش بغى يدير فيها وميم طون انا باش تجيني مليحه ندير الزعتر نجيب شويه هكا الزعتر وندير فيها ونبدا نخلط نبدا نخلط مليح البنات ونخليوها حتى كي طيب مليح نخلطو تجي يا سلام هنايا بدات تغلي صاي واجده الاخرى تاعنا هنايا نجيبو نحلو البات لاباط هذيك تاعنا ونديرو شويه لاصوص ومن بعد نجيبو هذوك لي فخوي دماغ تاعنا نبداو اي الطريقه كل واحد والاخر تاعو انا هذه الطريقه تاعي اللي نديرها انا باغ كونطخ جيم با البيتزا تاع لي فخوي دماغ انا راجلي اللي يبغيها انا ولدي نشتيو تاع الفيونداشي كيما تشوفوا البنات كي ندير ابخي ندير عليها الفخوماج ونحطها دير او ميم طون دوك نقطع عليها واحد الفلفل لاخطرش مليحه البيتزا تكون حاره كيما تشوفوا البنات راح تشوفوا كل شيء في الصوره هاي كيفاش تجي نكثروا بزاف الفرماج كيما تعرفوا البيتزا تشتي الفرماج كملنا البنات نحطوها ان شاء الله طيب ونتقلوا البيتزا الثانيه اللي راح تكون بالفيونداشي نحطوا ثانيه لاصوص لاصوص تجي البنات ما شاء الله تجي تهب البنينه خاصه فيها هذاك الريحه تاع الزعتر وزيت الزيتونه وميم طون نحطوا لهنا الفيونداشي بعد ما صوتيناها حتى هي درنا لها شويه فلفل كحل نحطوا الزيتونه البنات انا هذه هي البيتزا اللي نبغيها انا ولدي نكثروا عليها من بعد كيما راح تشوفوا ان شاء الله الاخر الفخوماج كيما تشوفوا البنات ونحطوها حتى هي طيب. بغيت نقول لكم البنات شكرا بزاف اللي تبعتوني في هذا الفيديو ونقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله ونخليكم على